المشاهدين، برحب بحضراتكم النهارده معادنا حلقه جديده من برنامجكم من الجامعه. احنا النهارده موجودين مع حضراتكم من داخل كليه الاعلام جامعه القاهره في تغطيه لاحتفاليه اقامتها الكليه لتكريم نخبه من اساتذه الاعلام في مصر وكذا الاداريين وبعض العاملين بالكليه. جاءت هذه الاحتفاليه في اطار الاعتزاز باساتذه الاعلام وترسيخ مبادئ الوفاء لهم والعرفان لهم بالجميل. ايضا هذه الاحتفاليه جاءت بمرور 40 عاما على تخريج اول دفعه من كليه الاعلام جامعه القاهره. اعزائي المشاهدين، معنا ومع حضراتكم وهذه الاحتفاليه. لعلك تسأل كيف آخذ في لحظة العطاء؟ فأقول لك: لقد أخذت إحساسك بفضل الله عليك ومنه عليك وقدرتك على أن تكون من أهل العطاء. أليس ذلك عطاء من الله؟ فإن لم تجد ما تكافئونه به فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. أساتذتي وزملائي، لا أريد أن أستطرد طويلا ولا كثيرا، ولكنني فقط أشعر بلحظة فيها رهبة وفيها جلال وفيها قيمة إنسانية نغرسها اليوم بين أبنائنا وبين طلابنا، ونغرسها للأجيال التي لحقت بنا لنعلمهم كما تعلمنا على يد أساتذتنا الأجلاء كيف يكون الوفاء وكيف يكون التقدير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. واسمع معي في خشوع وإجلال يا أهل العلم ويا أهل العطاء هذه الآية الكريمة: ثم أورثنا الذين آتيناهم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله. يا أهل الفضل ويا أهل العطاء، مرحبا بكم في قلعة من قلاع العطاء وفي قلعة من قلاع الوفاء. ونبدأ حفل تكريمكم بآيات من الذكر الحكيم يتلوها الطالب أحمد شاكر بالفرقة الرابعة قسم الإذاعة والتلفزيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا وينصرك الله نصرا عزيزا. كلما نظرت إلى وجه من الوجوه استبشرت خيرا بمستقبل هذا الوطن، لأن البذور راسخة ولأن البذور قوية. كوكبة علمت وربت وأنجبت وقدمت وأعطت بلا حدود، أعطت لا تنتظر مقابلا،
وقدمت وهي لا تنتظر رد الجميل لأن أمثالهم جبلوا على العطاء. كوكبة كلما نظرت في وجوههم تذكرت إبراهيم الذي وفى. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. لئن لم يهديني ربي لأكونن من الضالين. وأنتم شموسنا وأنتم بكم اهتدينا وعلى يديكم تعلمنا ومنكم نهلنا فكنتم لنا نبراسا نستضيء به في الطريق. الكلمة لأخي وزميلي وصديقي العزيز الذي يشرف على إقامة هذا الحفل ليرسل قيمة الوفاء الزميل الأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام. لم يكن العرب قديما على صواب حينما جعلوا الوفاء من بين المستحيلات الثلاثة. فهذه نظرة تشاؤمية لا تليق بالإنسان من حيث هو إنسان، ولا يجوز تعميمها على هذا النحو بناء على بعض خبرات فردية لا ترقى إلى أن تكون قاعدة عامة. وانطلاقا من الأهمية القصوى لقيمة الوفاء في بناء العلاقات الإنسانية بين الأفراد والجماعات وعلاقات الشعوب بعضها ببعض، اهتم الإسلام بها اهتماما لا حدود له. وقد جاء استعمال مفهوم الوفاء في القرآن الكريم على أنحاء مختلفة، وهو ما يدلنا على اتساع مفهوم الوفاء. فالأمر لا يتعلق بعلاقة بين صديقين فحسب، وإنما الأمر يشمل جميع العلاقات بين الأفراد والجماعات والشعوب، ويتجاوز الدائرة الضيقة بين فردين إلى دائرة أوسع تشمل الإنسانية كلها. ويدخل في إطار الوفاء الوفاء لماضي الأمة وتراثها وتاريخها. فلا يجوز للمرء أن يتنكر لماضيه، فمن ليس له ماض لا مستقبل له. ويدخل في مفهوم الوفاء الوفاء لعلماء الأمة ومفكريها وعظمائها ممن قدموا للوطن خدمات جليلة. والوفاء لهم يكون بتكريمهم وإحياء ذكراهم والاعتراف بفضلهم وتعريف الأجيال الجديدة بجهودهم وتضحياتهم وعطائهم. وبذلك نقدم لهذه الأجيال نماذج مشرفة مشرقة يقتدون بها ويحذون حذوها في البذل والعطاء مما يعود بالخير على مصرنا الغنية. إن الوفاء قيمة إنسانية وأخلاقية عظيمة، بها يتم دعم الثقة بين الأفراد، وبها يتم التأكيد على أواصر التعاون في المجتمع، وهو خصلة اجتماعية خلقية تتمثل في التفاني من أجل قضية ما أو شيء ما، ولكن بصدق خالص. إن الوفاء صفة إنسانية جميلة عندما يبلغها الإنسان بمشاعره وأحاسيسه، فإنه يصل لأحد مراحل بنوع النفس البشرية لفضائلها. والوفاء صدق في القول والفعل معا. والوفاء ينزل الإنسان القيم السامية والمثلى، فمن فقد عنده الوفاء فقد انسلخ من إنسانيته. لكل أساتذتنا الذين سبقونا في دعم العملية البحثية والتعليمية بالكلية على مدار تاريخها، ولإشاعة مناخ الأسرة الواحدة بالكلية والتي تضم الأساتذة والطلاب والإداريين والعمال، وستحرص كلية الإعلام على أن تعقد هذه الاحتفالية في شهر أبريل من كل عام ليتم تكريم من لم يكرموا هذا العام في الأعوام القادمة.
لأن كلية الإعلام زاخرة بعلمائها وإداريها وأبنائها وعمالها المخلصين على مر تاريخها الطويل. إن هذه الاحتفالية التي تقيمها كلية الإعلام بمناسبة مرور 40 سنة على تخريج أول دفعة في الكلية في العام 1975 وبمناسبة تولي جيل جديد من خريجي عقد الثمانينيات إدارة الكلية بداية من العام الجامعي الحالي باستثناء الدكتور المرسي الذي ينتمي لعقد السبعينيات. وهو ما يرسي عملية تواصل الأجيال في هذه الكلية العريقة رائدة الدراسات الإعلامية في الوطن العربي. لقد حرصنا في هذه الاحتفالية على تكريم أساتذتنا الرواد عمداء الكلية ووكلائها للتعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورؤساء الأقسام العلمية الثلاث السابقين، كما حرصنا على تكريم نخبة من الإداريين والعمال للتأكيد على معنى ومفهوم الأسرة الواحدة التي تسعى للنهوض بالعمليتين العلمية والبحثية والتعليمية في مجال الإعلام طوال تاريخ الكلية المجيد. ولم تنسى الكلية تكريم بعض شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين رحلوا عنا وسط الطريق أو في بدايته على الأحرى. وفي النهاية أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لكل من جعل هذه الاحتفالية ممكنة، وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة جيهان يسري عميد كلية الإعلام التي تحمست للفكرة عندما عرضتها عليها عندما عينت وكيلا للكلية، ولم تبخل بأي دعم مادي أو معنوي في سبيل تحقيقها وخروجها إلى النور. والزميل العزيز الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم خليل رئيس قسم الصحافة الذي ساهم في هذه الاحتفالية هو وكتيبته الإعلامية بإصدار عدد تذكاري من صحيفة صوت الجامعة أظنه الآن بين أيديكم، والأستاذ الدكتور محمد المرسي رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون وفريق العمل في الاستوديو على التغطية المصورة للاحتفالية، كما أشكر تلميذتي العزيزة أصغر عضو هيئة التدريس أصغر مدرس في الكلية الدكتورة سماح الشهاوي على تصميم الباوربوينت أو عرض الشرائح وترأسها لجنة الاستقبال التي يشارك فيها نخبة متميزة من شباب وطلاب كلية الإعلام. والشكر موصول كذلك للأستاذ عزة إسماعيل أمين الكلية وأيضا مكتب عميد الكلية ومكتب وكيل خدمة المجتمع والاستوديو المهندس جمال ورفاقه وشؤون الكادر الخاص وشؤون العاملين والخدمات الداعمة الأخرى كافة. كما أتوجه بشكر خاص للسيدات والسادة الصحفيين والإعلاميين الذين قدموا التغطية التمهيدية المتميزة لهذا الحدث ويعملون منذ صباح هذا اليوم على إبرازية وسائل الإعلام كافة لترسيخ قيمة الوفاء في الجماعة العلمية المصرية خاصة والمجتمع المصري عامة. وفي الختام يهديكم الأستاذ الدكتور تيسير أبو عرجة أحد كبار أساتذة الإعلام في الأردن الشقيق والذي تخرج في هذه الكلية كلية الإعلام جامعة القاهرة التي ملأت بخريجيها كل الأجواء في الوطن العربي كافة. يهديكم وحصل أيضا الدكتور تيسير على الدكتوراه بإشراف أستاذنا العظيم القدير الرائد الأستاذ الدكتور مختار محمد التهامي. ويرسل له تحية خاصة لهذه المناسبة. الأستاذ الدكتور تيسير أبو عرجة يهديكم أبياتا من الشعر نظمها خصيصا لهذه الاحتفالية. يقول الدكتور تيسير في هذه الأبيات: حقا اليوم يوم الوفاء، يوم المحبة والصفاء، يوم لذكرى الخالدين وهم رموز للعطاء،
وهم النجوم العاليات ضياؤها من السماء. مصر الحبيبة درة رمز البطولة والفداء، رمز الكرامة والأصالة والندى والكبرياء. أهدي لكم نبضات حبي عابقات بالسماء، وأكون شكرا للكبار مباركا يوم الوفاء. دمتم لنا في عزة وكبرياء، وأدام الله علينا وعليكم قيمة الوفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوفاء قيمة إنسانية رفيعة يعود أثرها على المجتمع بأسره، أفرادا ومؤسسات وجماعات. الوفاء اعتراف بفضل أصحاب الفضل علينا، تقديرا وإجلالا لدورهم وعطائهم غير المحدود، وإرساء هذه القيمة، قيمة الوفاء والعرفان بالجميل، والتي عدت في كثير من المجتمعات المعاصرة بفعل عوامل عديدة يؤدي إلى استقرار المجتمعات وتآلف الأفراد وتشجيع ذوي الفضل على أن يستمروا في تفضلهم. لم تعرف البشرية مجتمعا بني بغير عطاء المثل والنماذج والرواد الذين دفعت بهم الأقدار ليكونوا نواة البناء والرقي لمجتمعاتهم، ولولاهم ما ارتقت البشرية ولا ارتفعت لواءات الأمم، لتتبوأ كل أمة مكانتها بحسب عطاء هؤلاء. وكلية الإعلام جامعة القاهرة واحدة من أهم المؤسسات العلمية التي قدر لها أن تكون صاحبة الريادة والفضل على كل المؤسسات التي أرادت أن تحذو حذوها، فقد منحها الله سبحانه وتعالى نماذج معطاءة قدمت بلا حدود متخطية كل الحواجز والعقبات، فكان أساتذتها هم المؤسسون والمنشئون لكل كليات الإعلام وأقسامه، ليس في مصر فقط بل في العالم العربي بأسره. إننا اليوم في يوم الوفاء بكل ما تحمله الكلمة من معان ودلالات، وما تنطوي عليه من قيم وعرفان بالجميع، وبالفضل للأساتذة والزملاء والإداريين والعاملين، أقول في هذا اليوم أردنا أن نرسي دعائم خلق التواصل ونرسخ قيم الإقرار والاعتراف بفضل من لهم فضل علينا وعلى كليتنا التي نشرف جميعا بالانتساب إليها، كلية الإعلام جامعة القاهرة. حتى لو تباعدت بنا الخطى وتفرقت بنا السبل، تظل هي قبلتنا وبيتنا الذي نستشعر فيه دفء الأمان وتواصل العطاء وقيم الوفاء والعرفان. أساتذتي وزملائي الإخوة الإداريون والعاملون، إن من دواعي فخري وسروري أن أجلس اليوم أمام هؤلاء الأساتذة العظام الذين أثروا حياتنا علما ومعرفة، وأقرون على ما نتمتع به من قيم أخلاقية رفيعة تمثل نموذجا متفردا في الالتزام والوفاء. وأكاد أستشعر عن يقين اعتزاز أساتذتي وهم يرون ثمار عطائهم، وأبناءهم الذين يرونهم في مواقع التواصل العطاء والوفاء سيرا على نهجهم والتزاما أخلاقيا بما قدموه لنا. لا أريد أن أعدد الأسماء العظيمة في تاريخها وعطائها وحاضرها، فبهم نستشرف مستقبل البناء الذي وضعوا لبناته الأولى. إنهم أكبر في نظري مما قد يتصور الكثيرون، لأننا في كلية الإعلام نعتز بهم وبعطائهم وتفردهم. لقد أدى كل منهم دوره وفق قناعاته ورؤاه، وحسما تهيأت له ظروف مرحلته وبما أملاه عليه ضمير الأستاذية والقيادة، كما أن عطاءهم يبقى في سجل حياتنا صفحات نطالعها بين الحين والآخر، نتلمس إضاءتهم فنهتدي بها ونتعلم مما قدموه لنا. لقد عشنا طلابا لهم، ضيوفا معهم بين جدران الأماكن لا تحمل اسم كليتنا، فعملوا وخاضوا معارك طويلة وعنيفة أحيانا لكي يجعلوا لكلية الإعلام مبنى يحمل اسمها كأعرق كلية للإعلام في المنطقة العربية، وحاولوا وبذلوا الجهد، ونحن نكمل هذا الجهد
يلتقي المبنى مع المعنى، وتبقى كلية الإعلام، وقد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الاعتماد الأكاديمي، وهو جهد موصول نحرص على أدائه وصولا إلى الغاية عن جدارة واقتدار. تحية من الأعماق الأساتذة عظماء علمونا ونهلنا بخبراتهم وعلمهم الكثير. تحية للإداريين والعاملين الذين تفانوا في أداء مهامهم في كلية الإعلام. تحية لزملاء الدرب الذين يواصلون المسيرة حبا لكلية الإعلام ووفاء للرواد والنصرة. تحية للطلاب يبذلون الجهد حبا وانتماء لكليتهم ولرفعة مكانتها. أساتذتي وزملائي والإخوة الإداريون والعاملون. ختاما، تحية من القلب ملؤها الحب والتقدير والعرفان، فقد أخلصتم العمل وبذلتم الجهد من أجل رفعة كليتنا، كلية الإعلام جامعة القاهرة، فلكم من التقدير الذل، وجزاكم الله خيرا. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. قلت فأحسنت القول، ويبدو أن قسم الإذاعة يظل متميزا رغم انتسابي إليه بالممارسة، وبذلك فإنني أستثمر الفرصة في حضور هذا الجمع الغفير والوقور لأبادر فأسأل المصدر سؤالا لا يتوقعه، ولكنني أعطيه إيحاء بالإجابة التي أريدها. فأسأل: هل يتم التجديد لي انتسابا إلى قسم الإذاعة؟ المتفضل بالموافقة يرفع يده، وطبقا للموافقة الديمقراطية موافقة. الأصل كان مع أستاذي الدكتور سمير حسين، وكان أول مرة أخاطب فيها أساتذتي وعلى منصة قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة، يوم دفع بي دفعا أنا والغائب الحاضر دائما زميلي الدكتور حماد إبراهيم، وقال: واحد منكم سوف يدير الاحتفال. وكانت المرة الأولى التي أدخل فيها قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة، والحمد لله كان وعد الحر بينا، وأدينا ونواصل المسيرة، ولست محمد جعفر. اليوم تلك قصة مع ابتسام الشريف يعرف تفاصيلها. كان هناك احتفال في هذه القاعة، والدكتور سامي الشريف أصر على أن نرسي تقليدا جديدا، فنأتي بأحد الطلاب ليقرأ القرآن في الافتتاح. وشكلنا لجنة ثنائية مني ومنه، واخترنا ثلاثة طلاب، ثم رشحنا الأول أداء وإتقانا وحفظا. ودخل الطالب وكان في السنة الأولى في كلية الإعلام، ودخل فوجد القاعة ملأى، رئيس الجامعة ونوابه وبعض الوزراء وكل قيادات الكلية، فأصيب برهبة، مع أنني قلت دكتور وقتها اتحفز عليه، كان أنا استشعرت. وبدأ الدكتور سامي الشريف وقاء الاحتفال وقال: ونبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الطالب محمد جعفر. وأخذنا نبحث عن محمد جعفر، وكنت وقتها إلى جوار أستاذي الدكتور علي عدوى في الصف الثاني من هذه القاعة، فقال لي: يا منصور ومنقذ الموقف. قلت له: يا دكتور ده قال محمد جعفر. قال لي: ما يجراش حاجة. فقمت القاعة، وكان الدكتور في شهادة وقتها وزير التعليم العالي، وأنا أعرفه ويعرفني، فجلست وقبل أن أتلو القرآن قلت: لست محمد جعفر. يطيب لي بالنيابة عن السادة الأساتذة المكرمين أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لإدارة كلية الإعلام على تنظيم هذا اليوم الجميل الذي يكرس قيمة العطاء وتواصل الأجيال ودفء المشاعر
التي تتسم بها كليتنا العريقة. هذه الكلية التي ولدت كبيرة وخلال سنوات قليلة أصبحت درة جامعة القاهرة. كلية الإعلام هي الامتداد الطبيعي لقسم الصحافة بكلية الآداب. نشأت هذه الكلية كمعهد منذ عام 1970 لمرحلة الدراسات العليا، والتحقت بها الدفعة الأولى كطلاب لمرحلة البكالوريوس في عام 1971، وتخرجت هذه الدفعة في عام 1975. مضى 40 عاما على تخرج الدفعة الأولى لكلية الإعلام. ورغم أن هذه الكلية بدأت كمعهد، وكلمة معهد تنطوي على صورة ذهنية ربما تكون سيئة لدى البعض، إلا أن هذا المعهد في ذلك الوقت اكتسب الكثير من صفوة الطلاب الذين التحقوا بهذه الكلية عن رغبة وعن إرادة، وخضعوا لاختبارات شديدة الصعوبة تحريريا وشفهيا، يعرف ذلك أساتذتنا. المعهد الحقيقة كان فيه اختبارات شديدة جدا في سمات الشخصية، في المعلومات العامة، في الاستعداد الذهني والمعلوماتي. ونتمنى الآن ونحن نحتفل بمرور 40 عام على هذا التخرج أن نستعيد يعني هذا الوضع في طريقة اختيار الطلاب الذين يدرسون في كلية الإعلام. احتلت كلية الإعلام مكانة مرموقة ومتفردة على مستوى التعليم الجامعي، وحافظت على مكانتها كإحدى كليات القمة بفضل جيل الآباء العظام، وحافظت أجيالها المتعاقبة على هذا التميز حتى الآن. وعلى مستوى التواصل المجتمعي شغلت أنشطة الكلية من ندوات ومؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية واحتكاك وثيق بكل مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية الإقليمية منها والدولية، مما جعل أخبار هذه الكلية تشغل مساحات واسعة في تغطية وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية. شغل خريج الكلية من أعضاء هيئة التدريس أبرز المواقع الأكاديمية من عمداء ورؤساء أقسام في معظم الجامعات المصرية والعربية الحكومية والخاصة والعديد من الجامعات الأخرى. يحتل خريج الكلية مواقع القيادة في المؤسسات الإعلامية مثل رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء التحرير ورئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئاسة قطاع التلفزيون وقطاع الإذاعة وقطاع القنوات الإقليمية، فضلا عن مواقع قيادية في مؤسسات السياحة والطيران والبترول وجميع الوزارات الحكومية والمنظمات العربية والدولية. كانت كلية الإعلام من أوائل الكليات التي طبقت نظام الساعات المعتمدة في اللائحة الدراسية، وكذلك الكنترول الإلكتروني وميكنة الإدارات والأقسام. واحتضنت الكلية طلاب الدراسات العليا من كافة الجامعات المصرية والعربية، ومنحت مئات رسائل الماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات. عقدت الكلية العديد من الاتفاقيات وبرامج التدريب المشتركة مع خبريات المؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والدولية. الكلية الآن بصدد الحصول على الجودة والاعتماد في القريب العاجل إن شاء الله. حصل أبناء الكلية على العديد من جوائز الدولة التقديرية والتفوق التشريعية وبعض الجوائز الإقليمية والدولية. كلية الإعلام هي قلعة حرية الرأي والتعبير. فلسفة الكلية هي الإيمان المطلق بالعقل الذي يألف الحوار والمناقشة والجدل. كلية الإعلام تحترم الرأي والرأي الآخر. حين
نكرم الذين يستحقون التكريم، فشكرا لهم انهم منحونا وساما نضعه على صدورنا اننا كرمناهم لانهم يستحقون التكريم، وكنا نحن الجيل الذي بدأ تقليد التكريم. لحظة نكرم فيها اهل الوفاء واهل العطاء واهل التضحية، لحظة نكرم فيهم المثل والنماذج المشرفة المعطاءة بلا حدود، ونبدأ توزيع الدروع وشهادات التقدير على السيدات والسادة الأساتذة الدكاترة ومدى كلية الإعلام السابقين. اسم المرحوم أستاذنا جميعا الأستاذ الدكتور خليل صابات. أصغر عميد وقتها الأستاذ الدكتور العميد الشاب وقتها ولا يزال أستاذنا الدكتور سمير محمد حسين. عميد العمداء وأستاذ الأساتذة شيخهم وكبيرهم أستاذنا الأستاذ الدكتور مختار محمد التهاني. اسم المرحومة الأستاذة الدكتورة جيهان رشدي. هناك بعض الأسماء رؤية أن يؤجل تقديرها وتكريمها للعام القادم ليكون ثراء ليوم لقاء القادم إن شاء الله، هي أسماء قيمة وقامة. أستاذنا الذي كان دائما يهددنا بأن يفصلنا جميعا، ويشاغبنا كثيرا ويجعلنا نعمل كثيرا، أستاذنا الذي أحبه وأعشقه وكان ينتاب مني خصلتان، أنه كان يحبني يبغض مني، أستاذي الدكتور فاروق أبو زيد. أستاذنا صاحب الخلق الرفيع الهادئ المتزن دائما الوقور دائما الذي يعرف ربه دائما أستاذي الدكتور علي السيد إبراهيم عدوى.
لتسمح لي أن أشرك معها قريناتها. لا التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو كانت النساء ككل هذه لفضلت النساء على الرجال، والحمد لله أنه ليس كذلك. الأستاذة الدكتورة نادي الحلواني، نموذج الطموح والدأب والعمل والصح بالشوق والقهر مع المحبة والود، فهي أستاذتي الدكتورة ليلى عبد المجيد. ووعد الحر دين لن أنساه. أستاذي الذي درس لي الإعلام وأنا طالب في السنة الثالثة في قسم الصحافة، أستاذ الدكتور سامي عبد العزيز، في حينه أول عميد منتخب، أما آخر فلسنا ندري ماذا يصنع بنا الغد، لكنه يظل حتى هذه اللحظة العميد الوحيد الذي انتخب. جاء بإرادة شعبية والشعب سيد قراره، الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي. المكرمون من السادة وكلاء الكلية السابقين والبداية، رقة وهدوء وسكينة وابتسامة هادئة لا أعاكسها هي أستاذتي الأستاذة الدكتورة منى الحديدي. أما التي لا أملك منها فكاكا ولا أستطيع أن أراها دون أن أشاهدها وتشاهدني، ولا بأس أن نتشاجر معرفيا ثم نتفق إنسانيا، أستاذتي وأستاذة جيلي الأستاذة الدكتورة عواطف عبد الرحمن. Thank you.
الأستاذة الدكتورة شاهيناز محمد طلعت. الأستاذ الدكتور راسم محمد الجمال. الأخ الأكبر والصديق العزيز وأستاذي الأستاذ الدكتور عدلي رضا. أما صديق الصدوق وأخي الحبيب الذي كثيرا ما يضحكنا حينما يتحدث عن الجعفريين، أتذكره دائما المبتسم الهادئ صاحب السياسة الحكيمة الهادئة الذي يصنع ما يريد دون ضجيج ويقرر ما يشاء دون ألم، يجري جراحات بغير ألم. أخي وصديقي وأستاذي الدكتور سامي الشريف. طلب لي كرسي. حرصنا على حضور قاعات البحث معه طلابا، وكان يعلمنا كيف نكون صحفيين من اول الطريق. تشاورنا مع بعضنا كزملاء لنحضر قاعة البحث عنده وهو ينافس زميل دفعته دكتور اشرف صالح. انه استاذي الاستاذ الدكتور محمود علم الدين. أعزائي المشاهدين، دي كانت نهاية حلقة النهاردة قدمناها لحضراتكم من كلية الإعلام جامعة القاهرة. غطينا مع حضراتكم فيها احتفالية أقامتها الكلية بمناسبة مرور 40 عاما على تخريج أول دفعة من خريجي كلية الإعلام جامعة القاهرة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد.